والله سبب الغرق ان احنا انضربنا 2 صاروخ اصابة مباشرة في المركب. سبب الغرق ان احنا انضربنا 2 صاروخ اصابة مباشرة وفي المركب، حصل في الانجين روم وفي عنبر 5، ودخلت مية في المكنة بالكامل وفي عنبر 5، وده السبب الرئيسي. ان هم بقى بيقولوا ان احنا عشان مركب بريطاني ومش مركب بريطاني، وكلام كده كله ايه، ملوش اي اساس من الصحة يعني.